هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. نحن اليوم بكالبيريان عاملين زينة جديدة احتفالا بمهرجان الربيع. كان في مرة صورنا لكم فيديو عن مهرجان الخريف، وهالمرة هيدا هون مهرجان الربيع، وبعد فترة جاي الفات، فكمان رح يجهزوا للفات، فرح نصور لكم وفرجيكم الزينة اللي عاملينها. قديش حلوة الديكوراسيون، كتير مهضومة، اشياء بابيون وفلور واشياء اجواء ربيعية. فرح نصور لكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بليز باللايكات حتى يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من العالم. واذا مش مشتركين بالقناة وحبيتوا قناتنا فاشتركوا فيها لتصيروا من عائلتنا ونكبر احنا وياكم. خليكم معنا، تعالوا نشوف مع بعض الزينة. كانوا جامعين كمان الباك، مثل ما بتعرفوا الباك صار قريب على ابريل، واللي هو عيد مهم بالنسبة للمسيحيين. على عادة بيحطوا بيض، يحطوا اشياء، ما بعرف اذا حيزيدوهم بعدين ولا رح يغيروا ديكوريشن ولا شو رح يعملوا. هيدا كنتوا شفتوه من قبل بعيد الصينيين، بعدهم تركينه. Non, Marita, tu tombes, Taïman, hein? Tu vas tomber, maman. Vas-y, vas-y. Attends-moi. Attends, je vais m'en aller. هون حاطين شجر وحالتين فيها عصافير. فرجينا الوازو هون ماما الأول. Marita, شو هيدي ماما؟ عاملين ماما هون كاسكات، هون عاملين كاسكات، عاملين ديكوراسيون كتير حلوة ومهضومة.
مالي توقفي صوب. انه عاملين سبرينغ تايم. مش هيدي ماما، تعي شوفي هونيك، شوفي شو شفتي؟ أبي يلا وقفي صورك مع الأبي، شيلي الماسك شوي، ضحكي شوي، ضحكي طلعي حلوة، طلعي بالكاميرا، مامي طلعي بالتليفون، يا تعالي نشوف هونيك، شوفي شو هي، صورتك معهم ليدو، تعالي يا ماريتا. طلعي هون صورك. ماريتا روحي هون لصورك. يلا فوتي شوف شو في جوا. كاسكاد ايه ماما، يلا وقفي صورك هون، حلوة طلعت. يا تاتا
توصل الأجواء بماليزيا لكل العالم. اوكي ما تنسونا باللايك. شو بتقولي لهم؟ وي لاف يو باي سي يو. خليكم بعافية وسلام يا رب، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.